السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم هذا الراندا، هذه راندا ديال غورميت، خفيفة وسهلة في الخدمة وزواقها سهل، ولكن الشكل ديالها تيجي رائع. نبدأ بسم الله. بالنسبة للحرير غنخدم بالحرير على ثلاثة الشعرات. الحرير كيبقى اختيار، يمكن لكم تخدموا على جوج شعرات أو على ثلاثة الشعرات. البرة غنخدم بالبرة النمرة 6 أو النمرة 5 بحال بحال. بالنسبة للبرة النمرة 6 كتخدم لنا في الخيط على ثلاثة الشعرات. نبداو بسم الله. كنخليو القياس هنايا ديال الفتحة ديال العنق اللي بغينا نخليو ونبداو. هاد الراندة كنحتاجو ليها 7 العوينات. نثبت الحرير هنا في التوب، تنهزو ليه هاد العوينة، نعود نشد هنايا باش كيولي عندنا هاد الخويط كنرجعو فيه. نبقاو نديرو بناء الغرز حتى نحدو القياس اللي حنا بغينا، تنبقاو نرجعو غير في هاد العوينة. نعاود نشد هنا في هاد العوينة ونرجع هنا، نعاود نشد هنا، ونرجع هنا في هاد العوينة. هاد الطريقة راها سهلة أخواتي ومزيانة، كنحدو بها القياس اللي بغينا، عاد من بعد كنكملو الخدمة. نحسبو العوينات اللي هنا في هاد الجهة اللي غنخدمو منها، 1 2 3 4 5، غنزيد هالسادسة، هالسابعة، صافي. ونجيو للتوب اللي الفوق، كنكونو طابعين البلاصة، نشد هنايا، نرجع لهاد العوينة، نجيبها لهنا لعند التوب، صافي. نرجع في هاد العوينات، نخدمو واحد السطر عادي، عاد نبداو الزواقة ديالنا غير باش تقاد لينا الراندة. ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، ها سبعة، صافي. هذا هو القياس اللي بغينا، نشدو في التوب ونرجعو مع هاد السطر. صافي نشد هنا في التوب. بالنسبة لهاد الراندة اخواتي يمكن لينا نهبطو بها الجلابة او القفطان، او نديروها حتى في نصف توق ونزيدو فيها واحد شوية، نكبروها غير نعرفو القياس كيفاش نكبروها. بالنسبة لهاد العبار اللي غنعطيكم راه غتشوفوا الزواق ديالو، الا بغيتوه يجيكم بحال هداك الشكل ملي غنزوقوه راه غديروا نفس هاد القياس، ما تزيدوا ما تنقصوا. نبداو اخواتي، غنفتحوا هنا واحد العوينة، نخدموا العوينة الاولى، وحدة، ها جوج، نخلي هاد جوج عوينات للوسط ونشد هنا في هاد الثلاثة اللي بقاو ليا هنا لتحت، هنا خدمت جوج ضربات اخواتي وهنا خدمت ثلاثة. بغينا هنايا هاد العوينات، عندنا هنا وحدة جوج، هنا هانتوما واخا ضربنا ثلاثة ضربات عندنا غير جوج عوينات، ها وحدة ها جوج، كون ضربنا غير جوج ضربات وما ضربناش هاد الثالثة غتجينا غير عوينة وحدة. وحنايا هنايا الحساب اللي بغينا، بغينا هاد العوينات باش ملي نبغيو نزوقو يجينا الزواق صحيح. هانتوما هنايا ها عوينة ها جوج، ها وحدة ها جوج، واخا ضربنا هنا جوج ضربات وهنا ثلاثة. نشد في التوب ونخدم هاد جوج عوينات الاولين في هاد الخيط اللي نقصنا جوج عوينات، غنعمروه بثلاثة ضربات، ها وحدة جوج ها ثلاثة، صافي. ونخدم هاد جوج عوينات ونشد هنا في التوب. دابا غنخدم هاد السطر عادي،
السطر يعني كننزلو ونطلعو. نشد هنا في التوب ونرجع مع هذا السطر. هالسطر نزلنا وطلعنا، نشد في التوب، نعاود تاني نخدم السطر، كنخدمو راند عادية مسرحة. نشد هنا في التوب ونرجع مع هاد السطر. نشد في التوب ونرجع عاوتاني. نشد هنا في التوب وفي هاد السطر اخواتي، في الاول ملي حلينا العوينه رجعنا في هاد السطر وخدمنا السطر ورجعنا، والسطر الثاني ورجعنا، والسطر الثالث. دابا ملي غنبغيو نرجعو غنغلفو هنايا واحد العوينه، نخدم هنا ثلاثه العوينات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، وهاد العوينه اللي الوسط غنغلفها، نخلي الخيط لتحت ما نقلبوش الفوق، نحب ونخليه لتحت ونغلف هاد العوينه بجوج مرات، ها وحده ها جوج، ونكمل هاد ثلاثه العوينات. عندنا سبعه، خدمت ثلاثه وغلفت هاد الوحده اللي الوسط وغنخدم ثلاثه اللي الفوق. صافي نشد هنا في التوب، وملي نبدا نازله غنخدم غير جوج ضربات ونزل هنا لتحت ونخدم هاد ثلاثه، ها وحده جوج ها ثلاثه. نشد في التوب نخدم هاد جوج عوينات، وحده جوج، وهاد الخيط نعمرو بثلاثه، وحده جوج ثلاثه، لان هنا عندنا جوج عوينات. صافي نكمل هاد السطر، نشد هنا في التوب ونزل مع هاد السطر عادي. من بعد ما كنحلو هاد العوينه ونعمروها كننزلو ثلاثه سطوره، ها واحد غننزلو فيه، نشد في التوب ونرجع مع هاد السطر. نبدل هاد الخيط اخواتي ولا قصير، ندخله هنا في التوب ونركب خيط اخر. نشد في اخر عوينه تسالي لينا فيها الحرير، نهز هاد العوينه ديال الحرير ونشد في التوب، وضروري نبقاو نجرو هاد الخيط اللي تسالي لينا مره مره باش يجي لهنا الحاشي ونخدمو فوقه. صافي نعاود نخدم هاد السطر الثاني، نشد هنا في التوب ونرجع مع السطر.
نشد في التوب، وهذه الهبطه اللي غنهبط هي الهبطه الثالثه، غنهبط مع هذا السطر نشد هنا في التوب، وملي غنكون طالعه مع هذا السطر غنخدم ثلاثه الضربات، ها وحده ها جوج ها ثلاثه، ونخلي الخيط في نفس الاتجاه ونغلف هاد العوينه للوسط جوج مرات، كنخليو الخيط لتحت فين ما كنا كنخدمو، ونكمل نخدم هاد ثلاثه العوينات، وحده جوج ها ثلاثه، نشد هنا في التوب. صافي هاد الخيط نقطعو، وملي نكون نازله نبغي نحل هاد العوينه غنخدم غير جوج ضربات، ها وحده ها جوج، ها نتوما هاد جوج ضربات عطاونا هنا جوج عوينات، ها عوينه ها جوج، ننزل لهنا غنخدم ثلاثه، خدمنا هنا اخواتي ثلاثه الضربات باش يعطيونا هنا جوج عوينات، ها وحده ها جوج، الا خدمنا غير جوج ضربات غيعطيونا غير عوينه وحده، وحنا بغينا هاد العوينات يكون عندنا قد هنا قد هنا. صافي نشد في التوب، نعاود نرجع في هاد السطر، هاد الخويط كنعمرو فيه ثلاثه، دائما اخواتي الا حلينا العوينات بوحده كنعمروها بجوج، حلينا بجوج كنعمروها بثلاثه. صافي نشد هنا وغنبقى غاديه اخواتي بنفس الطريقه. صافي دابا ملي كنحلوا هاد العوينه ونعمروا هاد العوينه بثلاثه الضربات غنهبط الهبطه الاولى ونعاود نرجع، ونهبط الهبطه الثانيه ونعاود نرجع، والهبطه الثالثه ملي نكون راجعه غنغلف هاد العوينه الوسطانيه، نخدم ثلاثه الضربات والعوينه الوسطانيه نغلفها بجوج مرات ونخدم ثلاثه الضربات للفوق. صافي انا غنكمل بهذه الطريقه اخواتي، راها سهله، غير سيروا بنفس الحساب باش ملي تبغيو تزوقوها يجيكم الزواق هو هدف. انا غنكمل واحد شويه اخواتي ونرجع نكمل معكم الزواق. انا خدمت اخواتي هاد الشويه، غنوري لكم دابا كيفاش غنزوقو. بالنسبه للحرير ديال الزواق انا درتو على ثلاثه الشعرات، غنخدم بالبره النمره 6، من الاحسن نديرو البره رقيقه باش ما توسعش لنا هاد العوينات ديال الراندا. نجي لتحت نثبت الحرير، نجيو لهاد الجهه اخواتي، راه الزواق ساهل، هانتوما غنجيو لهنا مقابل مع هاد العوينه الكبيره، عندنا هاد جوج عوينات ها وحده ها جوج، نخرجوا الخيط من العوينه الثانيه ونجي لهاد الجهه، عندي هنا هاد جوج عوينات ها وحده ها جوج، هاد العوينات اللي مقابلين مع هاد العوينه الكبيره اللي كنا حلينا. صافي ونجي لهنا غنبدا ننقص، نجي لهاد العوينه اللي فوق هادي وغنجي لهاد العوينه اللي هنا، يعني غندغادي على هاد السطر هذا، غنديرو مثلث ونعاود نجي هنا، نجي لهنا، بقات لينا دابا غير عوينه وحده، غنغلفو هاد الضربه ونجيو لهنا عاوتاني مقابل مع هاد العوينه الكبيره، كاين هاد جوج عوينات غنخرج البره من الثانيه، ونجي لهنا عاوتاني مقابل مع هاد العوينه الكبيره، كاين هاد جوج عوينات ها وحده ها جوج. بالحق دابا ملي كنزوقو هادي راه كنشركوهم هنا في هاد الوسطانيه كيتشاركو لينا. صافي نبقاو نقصو تيولي عندنا هاد المثلث، كنديرو ربعة سطور، ها واحد جوج ثلاثة، وهذا هو الرابع. صافي نجي لهنا لهاد جوج عوينات اللي مقابلين مع هاد العوينه الكبيره، ها وحده ها جوج، نخرج الخيط من الثانيه العوينه الثانيه. صافي نجي لهنا نديرو ربعة سطوره، كنبقاو نقصو حتى تنديرو مثلث، صافي ونجي لهنا
كاين جوج عوينات، نخرج البرا من العوينه الثانيه ونجي لهنا. ها انتم هاد العوينه الكبيره مقابلين معاها في السطر ديالها، عندنا ها الاولى ها الثانيه، كنشدو هنا صافي ونبقاو نقصوا حتى كنخدموا هاد المثلث. صافي نستمر بنفس الطريقه حتى نكمل هاد السطر كامل. بالنسبه لهاد السطر اخواتي الاول راه كيجي مشروك هنايا في نفس العوينه، كنشدو راه من نفس العوينه كنزوقو غير باش يمشي لنا الزواق مقيد. هاد الزواق راه ساهل اخواتي وتيجي زوين. صافي نركبو خيط جديد اخواتي هنايا لتحت ونخدمو السطر اللي فوق. نثبتو الحرير هنايا في التوب، نهزو هاد العوينه، من الاحسن نثبتو الحرير لتحت باش يجينا الزواق من الفوق مقيد. بنفس الطريقه اخواتي نجيو لهاد العوينه الكبيره، كاين جوج عوينات، ها وحده ها جوج، من الاحسن نبداو الزواق من جهه التوب باش يجينا ساهل وما ميمحلناش في الحساب. صافي نجيو لهنا لهاد السطر اللي حلينا فيه هاد العوينه، كاين هنا جوج عوينات، ها وحده ها جوج، نشدو في الثانيه صافي ونبقاو نقصوا حتى نديروا هاد المثلث، وتنديروا ربعه سطور، ها سطر ها جوج ثلاثه ها الرابع. صافي نمشي عاوتاني لهاد جوج عوينات اللي مقابل مع هاد العوينه الكبيره ونخرج البرا من العوينه الثانيه. هنا هاد السطر كيكون مشروك هنا من نفس العوينه، كنزوقو السطر الاول. صافي نبقى نقص حتى كنديروا هاد المثلث فيه ربعه السطوره. صافي نجي عاوتاني لهنا، نجي لنفس العوينه ونبدا نقص. ضروري اخواتي خاص هاد الزواق يجي بهاد الطريقه باش كيجي مقابل. صافي نجي لهنا للعوينه الثانيه ونجي لهنا لنفس العوينه اللي زوقنا منها. صافي نبدا نقص، كنديروا ربعه السطوره، نبقى غادي بنفس الطريقه حتى نكمل هاد السطر كامل.
تيجي هاد السواق زوين، هو راه ساهل في الخدمه، وحتى الراندا راه ساهله في الخدمه. هذا هو الشكل ديالنا، يمكن لكم تهبطوا على طول الجلابه أو القفطان. نتمنى اخواتي ان هاد الراندا تعجبكم، نتمنى الشرح يكون واضح ان الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش اخواتي الى عجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك. مرحبا بكم كاملين في قناه تعليم راندا مع ام نعمه، وشاركوا الفيديو مع الاخوات اللي مهتمات بالراندا او اللي باغيه يتعلموا الراندا. وشكرا لكم اخواتي، والسلام عليكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.